my thank God moment is that I'm here on this planet Earth. فيديو اليوم وكما العادة سنشارك معكم آخر أخبار بوليود. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. تم تشخيص البارحة الممثل الهندي سلمان خان على أنه مصاب بمرض حمى الضنك، حيث أنه حسب بعض التقارير الهندية فإن سلمان خان كان يعاني من بعض الأعراض المرضية، وقد طلب منه الأطباء أخذ قسط كاف من الراحة، ولهذا السبب لم يشارك في الاحتفالات هذه السنة في الهند بمناسبة عيد الدولي. وللأسف لن يتمكن كذلك من استضافة برنامج الواقع بيك بوس. وقد قام المخرج والمنتج كارن جوهر بإنقاذ الموقف، حيث أنه سوف يأخذ مكان سلمان خان في الحلقة القادمة من البرنامج إلى أن يستعيد سلمان خان عافيته. كما أن معجب سلمان خان قد غمروا مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التعافي ومتمنيين له الشفاء العاجل والرجوع في أقرب وقت. ومن جهة أخرى تم استدعاء نجمة بوليود السريلانكية جاكلين فرنانديز، وذلك يوم السبت أمام محكمة باتيلا هاوس في دلهي، وقد شوهد معها محاميها براشانت باتيل، وذلك للنظر في طلب الإفراج عنها بكفالة، وذلك فيما يتعلق بقضية غسيل الأموال بقيمة 200 كوروبية تتعلق بالمحتال سوكي ساندرا شيكار وآخرين. وحصلت جاكلين الشهر الماضي على كفالة مؤقتة في قضية الابتزاز التي أحاطت بالرجل المحتال المزعوم سوكيش. تم منح الكفالة المؤقتة بناء على أمر المحكمة لمدية الإنقاذ لتقديم رد على طلب الكفالة الخاصة بالنجمة. भाई एक वीडियो बनाना ऊपर से